السلام عليكم جميعا، مساء الله مساءكم. فيديو قصير بخصوص سؤال يتكرر على الصفحة ويوصلني رسائل عديدة بخصوص اللي هو الجرعة الأولى والجرعة الثانية، تأخر الجرعة الثانية، هل بيصير من الجرعة الثانية بيصير عشان إحدى الجرعة الأولى، كيف بيصير في الجرعة الثانية، هل هي نفسها أو لا؟ فريت من واجبي أن ندير الفيديو هذا توضيحي على الأقل باش نجاوبه على الأسئلة هذه اللي قاعدة تدور عند أهلنا وناسنا ونوضحوا لهم ونطمن لهم. باختصار شديد أنا حكيتها ونعودها مرة ثانية، الجرعة الأولى هي أهم جرعة في إنتاج المناعة، الجرعة الثانية هي عبارة عن جرعة تنشيطية أو جرعة تقوية للتقوية لتقوية المناعة لتستمر لفترة طويلة. لو حبينا نشبهها هم شبهوا فيها بالطريقة الآتية، زي ما قال لك عندك طاولة كبيرة في الغرفة وتجيب شخصين بتقول لهم يرفعوها يحولوها من مكان إلى مكان ثاني، والطاولة هذه رزينة. الشخصين حيرفعوها لكن حيواجهوا صعوبة، يتعبوا فيها، لكن لما تجيب معاهم ثلاثة أربعة أنفار ثانيين يقولوا ساعدوهم حيرفعوها بسهولة. هذه هي الجرعة الأولى والجرعة الثانية. الجرعة الأولى عبارة عن شخصين فقط يرفعوا في الطاولة ويعافروا فيها، الجرعة الثانية لما تعطيهم جرعة منشطة كأنك زدت أربع خمس أنفار معاهم، فيبدأ رفع الطاولة سهل أو تبدأ أن مقاومة الفيروس أسهل بكثير وتستمر لفترة أطول. فهذه هي فكرة الجرعة الأولى والجرعة الثانية. كل الأبحاث وكل الدراسات ومعظمها لحد الآن اللي دارت أكدت أن الجرعة الأولى لها فاعلية مش أقل من 70 إلى 80% من الفاعلية التامة للقاح. فالمهم جدا أنك أنت تأخذ الجرعة الأولى، مهم جدا أنك أنت ما تفكرش في الجرعة الثانية حاليا، خذ الجرعة الأولى وبإذن الله أول ما توفر الجرعة الثانية تأخذها، لكن الأهم من الجرعة الأولى. حكينا علاش في جرعة أولى وجرعة ثانية، الفترة بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية بالنسبة للقاح الأسترازينيكا اللي هو اللقاح الإنجليزي، المدة الموصي بها بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية من 8 أسابيع اللي هي شهرين إلى 3 شهور 12 أسبوع، فعندك فترة كافية بإذن الله. بالنسبة للقاح الروسي اللي هو سبوتنيك، بالجرعة الأولى والجرعة الثانية بيناتهم 3 أسابيع، 21 يوم بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية. في دراسات اندارت في روسيا في نفس المركز اللي انتش اللي اكتشف الفيروس اللي اكتشف اللقاح الروسي، قال احنا لقينا ان نقدر ناجلوها الى شهرين، وفي الدراسات الاخيره قالوا يقدر ناجلوها حتى هو لثلاثه شهور. فالواثق اللي لحد الان متاكدين منها حاليا ان هي المفروض انها تتخذ بعد ثلاثه اسابيع، لو ما اتخذتش بعد ثلاثه اسابيع تقدر تاخذها حتى هي 8 اسابيع لمده شهرين. اللقاح الصيني ينعطى بعد 4 أسابيع، بعد شهر من الجرعة الأولى، ما تعطيش قبل شهر، ما تعطيش بعد 3 أسابيع، لو أعطيتها بعد 3 أسابيع زي سبوتنيك زي اللقاح الروسي ما فيش منها أي فائدة، حتعودها الجرعة مرة ثانية، لأن كل لقاح محسوب الجرعة متاعها، اللقاح ما ينعطاش قبل موعد الجرعة متاعها الثانية المنشطة. نعاودوهم اللقاح بالنسبة للقاح الإنجليزي من شهرين إلى 3 شهور من الجرعة الأولى، اللقاح الروسي 3 أسابيع من الجرعة الأولى مش قبل، اللقاح الصيني بعد شهر من الجرعة الأولى مش قبل. نجو حكاية إن الجرعة الأولى والجرعة الثانية هل تختلف ولا؟ الاختلاف موجود في لقاح واحد اللي هو اللقاح الروسي، لأنهم استعملوا نوعين من الفيروسات اللي هو الأدينو 6 والأدينو 25، يعني فيروسين مختلفين الناقل للقاح. بالنسبة للصيني وبالنسبة للأسترازينيكا نفس اللقاح اللي استعملوه في الجرعة الأولى هو نفس اللقاح اللي استعملوه في الجرعة الثانية. في الأسترازينيكا نفس العلبة أو نفس القنينة أو هذه الأنبوبة الصغيرة اللي فيها اللقاح، زجاجة صغيرة ممكن ناخذ منها جرعة نعطيها لواحد جاي بياخذ أول جرعة، وناخذ منها جرعة نعطيها لواحد جاي بياخذ الجرعة الثانية. نفس الجرعة نفس اللقاح نفس التركيبة نفسها، فما فيش حاجة اسمها الجرعة الأولى وجرعة الثانية في الأسترازينيكا وفي اللقاح الصيني. الوضع يختلف فقط في اللقاح الروسي، مش نوضح النقطة هذه تبدأ مهمة للناس، إن الجرعة الأولى هي نفس مركبات الجرعة الثانية، يعني نفس الأنبوبة اللي تأخذ منها تعطي منها واحد جرعة الأولى ممكن تعطيه هو جرعة الثانية. هذه اللي واخدها مثلا من 8 أسابيع أو 12 أسبوع فات من 3 شهور نقدر نفسها نعطيها لها هي الجرعة الثانية. فهذا هو الفيديو باختصار، مش منطولوش عليكم، ونسأل الله أن تكون في الإفادة، والسلام عليكم.